أكثر من 20 يوماً مضت على افتتاح هذا المكان المطل على نهر دجلة ببغداد بمحاذاة ساحة التحرير حيث مركز الاعتصام الجماهيري. شاطئ التحرير كما يحب المتظاهرون أن يسمونه كانت بدايته فكرة بسيطة لمجموعة من الشباب وتوسع ليصبح هذا المكان المترامي الأطراف. بلشنا بحفل الشواء 65 سمكة هيك شيء، قعدنا مجموعة شباب وبنات حفلة موسيقية وبعدين حفلة شواء، بعد انتقلنا إلى ملعب كرة شاطئية طائرة وافتتحنا ملعب كرة القدم الشاطئية. حاليا بدنا نعمل على هواي شغلات، من عندها انه مجموعة بازارات تصير عندنا، بازار ثابت عندنا كل يوم احد وجمعة والسبت هم تصير، واليوم اكو حفلة شواء. بالبداية جينا كنا نفتر هنا على الجرف على الشاطئ، عبارة عن تكرم اوساخ ونفايات وهوسة وما اعرف ايش، قررنا انه نسوي حفلة شواء هنا على الجرف. سوينا حفلة شواء، شفنا الفكرة نجحت، متظاهرين شوية نحيي المكان، رجعت به الروح والحياة. يتعاون الجميع هنا من أجل إدامة هذا المكان، فالفعاليات المختلفة تقام بشكل يومي بالإضافة لرحلات الطلبة ومجاميع الشابات والشبان الذين وجدوه متنفسا للحياة الطبيعية بعيدا عن سجال الوضع السياسي الذي تعيشه البلاد. هذا الشيء يتم عن تنسيق حملات بيناتهم، يعني كل كلية أو كليتها يسوون تنسيقات وتنظيمات بيناتهم، يسووها مثل السفرة، لأن هنا كل شيء متوفر بالشاطئ حاليا، متوفر الألعاب ومتوفر الجو ومتوفر، يعني الجو يسمح لهم أنه يبلشون بهيجي أشياء، يعني الجو يساعد مثل ما نقول. واحد نشوف مكان مرتب، وإحنا بالأخص بالعراق عندنا أماكن وايد حلوة إذا تستغل يتصرف شيء كلش حلو، بس المشكلة أنه بس ترتب المكان العالم لا إراديا صارت تجي. احنا عالم تحب تعيش. سوينا هم ما تنسينا ما قبل فترة الفيلم مال علاء الدين هم من عرض، فمسوي لهم شي فعاليات على اكل على وجبات والعالم جاي تتونس. مجموعة تغني واخرى تلعب الكرة، والبعض يتناول الطعام الجماعي الذي اعدته الفتيات كمشاركة يومية لديمومة المكان وزواره الذين يصلون للعشرات بل المئات في أوقات الذروة، ويجمعهم الحب والاحترام والسلام وشغف العيش الآمن. وما أن هممنا بالمغادرة، أصر المتواجدون على الشاطئ أن تكون البصمة لهم في تقريرنا عنهم لهذا اليوم. شاطئ التحرير.